ميكالي منتخبنا الاولمبي، وقلت مش هسيبك تمشي من هنا لما اتكلم معاك عن منتخباتنا الوطنيه. ميكالي مجموعته كويسه بعض الشيء، طلب لعيبه من انديه معينه معرفش ياخدهم، اخد زيزو والنني وكان عنده مركز مكان كمان وما معرفش ياخده. معرفش ياخده. شفت ازاي اللي حصل؟ مفيش والله. كل المشكله اللي فاتت قصه ان الانديه مش عايزه تبعت اللعيبه بتاعتها للمنتخب بسبب ضغوطات الماتشات، وهو ده اللي كنا بنتكلم فيه. مواعيد الماتشات، احنا داخلين دلوقتي في 12 شهر، يعني سنه كامله الناس شغاله ماتشات، يجي مضغوط لك خمس ست سبع ماتشات ورا بعض كل ثلاث ايام. فكل كل نادي كان بيحاول يحافظ على اللعيب بتاعه عشان ضغوطات الماتشات اللي موجوده، وهو الراجل برضو عايز الاحسن لعيبه تروح معاه عشان يشتغل بيهم. ولكن صفصفت في النهايه على ان زيزو والنني هم اللي يروحوا. وفي الاول وفي الاخر احنا دايما بنتمنى، يعني احنا في ظهر منتخبنا، والتوفيق دايما ان شاء الله يحالفهم الفتره الجايه باذن الله. شفت ازاي موقف نادي الزمالك انه بعت اربع لعيبه اساسيين؟ محمد شحاته، حسام عبد المجيد، اسطورتنا زيزو طبعا، وزياد كمال، وقال لك لو عايز لعيبه كمان انا ممكن ادي لك. ده دول لنادي الزمالك داعم للمنتخبات، المنتخبات الوطنيه كلها. من ايام ما كنت انا بلعب نادي الزمالك عمره ما اتاخر على منتخب في ان هو يبعت له لعيب او ان هو ما يوديش لعيب، على طول نادي الزمالك داعم على طول للمنتخبات من ايام ما انا كنت بلعب. يعني عمر ما سمعت نادي الزمالك مثلا منع لعيب ان هو يروح منتخب او ان هو يمثل مهمه قوميه وما يبعتهوش. شايف ميكالي يقدر يروح فين في الاولمبياد ويوصل لفين؟ والله يعني انا اتمنى له التوفيق، ومع يعني اتمنى ان هو يكونوا على اللعيبه والجهاز على قدر المسؤوليه اللي هم مجموعه لذيذه يعني. بعض الشيء هي اسبانيا بس اللي اخر مباراه، عندك دومينيكان واوزبكستان. منتخبنا الوطني يقدر يحقق ست نقاط تقريبا من اول مباراتين على الورقه والقلم. ده رايي. احنا بنتكلم على الورقه والقلم، لكن جوه الملعب بيبقى حاجه تانية والله خالص. يعني احنا دايما واحنا قاعدين كده بنقول اه والله الماتش سهل، الماتش مش عارف ايه، ده ازاي مثلا الزمالك هيكسب، ده اللي مش عارف مين المنتخب هيكسب. لا خالص والله، على ارض الواقع بيبقى حاجه تانية خالص. على ارض الواقع حاجه تانية خالص. اه طبعا. في ناس بتقعد بتحلل الماتشات وهي مش عارفه الدنيا ماشيه ازاي جوه. حلو في منتخبنا الاولمبي الفتره دي انه اللعيبه اللي موجوده رجليها في الملعب ورجليها في الدوري ممتاز ورجليها اساسيين. يعني بنتكلم عن ثلاث لعيبه، انا بتكلم عني مثلا ثلاث او عن فرقتي ثلاث مراكز، ثلاث خطوط شغالين وبيلعبوا. محمد شحاته، حسام عبد المجيد طبعا. محمد شحاته ده لعيب هايل طبعا، وحسام عبد المجيد داخل في ثلاث اربع سنين بيلعب بصفه اساسيه ومستمر في اللعب. زيزو بقاله فتره كبيره جدا بيلعب ان شاء الله. يعني زياد كمال ابتدى يخش الفتره الاخيره وابتدى يخش يلعب. فلا يعني انا شايف ان هم هيفرقوا جامد مع نادي مع منتخب مصر الفتره الجايه في الى اي مدى سيفيد محمد النني منتخبنا الاولمبي؟ وشايف على اي طبعا مبسوطين ان هو متواجد وبندعمه، بس شايف على اي اساس ميكالي اختار النني؟ هل هو شايف شخصيه وقدوه وخبره بيلعب في ارسنال، ولا شايف لا هو محتاجه في خط الوسط عنده نقص في الحته دي؟ هو ممكن عشان الخبره بتاعت النني طبعا لعيب كبير، ويقدر ان هو بالخبرات بتاعته مع نص الملعب الموجودين دول يعني يقدر يطلع منهم حاجه يعني في البطوله دي. اسالك سؤال برضو، حابب التوقعات في منتخبنا يروح لحد فين ان شاء الله في الاولمبياد؟ اتمنى يوصل لاحسن حاجه يعني، اتمنى يعني. شايف السكواد اللي موجود والله سكواد كويس، لعيبه كويسه جدا والله، يعني معظمهم لعيبه كويسين جدا. نوصل فاينل ان شاء الله؟ نتمنى والله، اتمنى. لو مكان ميكالي في مباراه اسبانيا تقول للعيبه ايه؟ لو مكان ميكالي اشتغل واجتهد واعمل اللي عليا، ولا والجهد في الملعب والكره هشتغل وانفذ اللي هو الراجل شايفه، واحلل الفرقه الاسبانيه واشتغل، وفي الاول وفي الاخر توفيق ربنا.